السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي. نحاول نعمل ريفيجن سريعة على الاندكشن ماشين، وفي نفس الوقت هندي بعض المسائل اللي انت هيجي لك زيها في الكويز الاسبوع الجاي ان شاء الله كامتحان. يعني يبقى احنا عاوزين نعمل ريفيجن على الاندكشن ماشين. خلاص، الاندكشن ماشين زيها زي اي ماشين بتتكون من جزئين، في جزء اللي هو الستيتور وفي الجزء اللي هو الخاص بالروتر. والستيتور عندي هو اللي بحط الفيلد، والروتر برضو ببدا احط عليه وايندينج. بس في نوعين من الوايندينج اللي بحطهم على الاندكشن ماشين، في عباره عن الومنيوم بارز، والنوع ده بسميه السكويرل كيج او زي ما بيقولوا في السوق القفص السنجابي، وفي النوع التاني اللي هو الووند روتر. طيب يبقى انا عندي الستيتور بحط عليه الفيلد، وبيبقى عدد التيرمينالز 6 تيرمينالز. طب ليه 6 تيرمينالز؟ عشان الاي سي سبلاي اللي انت عنده 3 فيز ممكن توصله ستار او دلتا. خلاص. طيب نيجي للوايندنج على الروتر. غالبا الوايندنج لو سكويرل كيج هتلاقيها عباره عن الومنيوم بارز، بيبقى شورت سيركت من البرايمري ومن السكندري، يعني ما عنديش اطراف طالعه من الماشين خاصه بالروتر. لكن لو احنا عندنا ووند روتر، فاللي بيحصل ان انا حاطط وايندنج برضو زي ما انا حاطط على الستيتور بحط على الروتر، وببقى قافل البدايات ومطلع لك النهايات. ليه بنعمل الكلام ده؟ بنعمل الكلام ده لان في امكانيه ان انا اعمل ستارتنج للاندكشن موتور عن طريق الروتر. زي ما احنا عارفين ان احنا من مشاكل الاندكشن الستارتنج كارنت بتاعه من 4 ل 8 اضعاف الايه الريتد كارنت. فساعتها يا اما اعمل ستارتنج من على الروتر لو انا كنت وند روتر، او ان انا اعمل ستارتنج من الستيتور عن طريق بقى الطرق العاديه بتاعتنا اللي هو الاوتو ترانسفورمر او الفاريبل ريزيستنس او الستار دلتا كونكشن عن طريق كلاسيك كنترول. خلاص، يبقى انا عرفت ان الاندكشن موتور عبارة عن ستيتر وروتر، والستيتر هو اللي عليه الفيلد، والروتر هو اللي عليه الوايندينج سواء سكويرل كيج او ووند روتر. خلاص. طيب ايه تاني مهم في الاندكشن موتور؟ ان انا عندي الفيلد بتاعي روتيتنج ماجنتيك فيلد. ليه روتيتنج ماجنتيك فيلد؟ لان السبلاي بتاعي اي سي. الكلام ده عكس الدي سي ماشين. الدي سي ماشين انا بعمل ايه؟ constant magnetic field. وبالتالي انا بمجرد لما بحط الدي سي سبلاي على الكويل اللي عندي بيديني نورث وساوث ثابتين. لكن احنا في الاندكشن ماشين انا عاوز اعمل روتيتنج ماجنتيك فيلد. انا بمجرد لما احط 3 فيز هيبدا يعمل مجال، والمجال ده بيروتيت. طب ايه الروتيت؟ السرعه اللي بيروتيت بيها الان اس، اللي هي ايه السينكرونس سبيد، اللي هي بتساوي 120 في اف على بي، اللي هي نمبر اوف بولز. طيب نخش بقى على فكرة العمل. لما يبدأ يحصل روتيتنج ماجنتيك فيلد يبدأ يقطع البارز او الوايندنج اللي موجودة في الروتر، وعشان هم سكيوت، وعشان في فرق جهد ما بين البداية الستارت والاند اوف ذا كويل، اللي يحصل اللي يبدأ يمرر تيار، فبناء عليه يبدأ يولد فورس يبدأ يخلي الروتر يدور. طب هل الروتر هيدور بالسرعة بتاعت الان اس؟ مستحيل. مستحيل حاجة انت عملتها يعني روتيتنج ماجنتيك فيلد اللي عمل المجال اللي على الروتر يخلي الروتر يدور بنفس سرعته. ساعتها الماشين مش هتتحرك. لو سرعة الروتر نفس سرعة السينكرونس سبيد ساعتها ايه؟ السليب بزيرو، مفيش حركة. ودي بتحصل في العربيات في لحظة ما، تحس كده ان انت اوت اوف ايه؟ اوف سبيد، في مشكلة عندك. خلاص؟ طيب يبقى انا عبد ادور بسرعه اسمها NR، والNR دي ايه؟ اقل من الNS. الفرق ما بين الNR والNS اللي هي الروتر سبيد والسينكرونس سبيد حاجه اسمها السليب، دي بتساوي NS ناقص NR على ايه؟ على NS. خلاص. يبقى انا عرفت ان كمان في حاجه اسمها سليب. السليب دي هي المسؤوله عن الروتيشن بتاع الروتر عندي. خلاص، وبتبقى قيمتها صغيره جدا. لكن at starting، تعال ناخد at starting يعني ال NR بايه؟ بزيرو at starting، وبالتالي ال S at starting 1. خلاص.
طيب بعد ما عرفت الكونستراكشن وعرفت الفكره العمل بتاعت الاندكشن ماشين، هنيجي على اهم حاجه الايكويفالنت سيركت بتاعه الاندكشن ماشين. الايكويفالنت سيركت بتاعه الايه؟ الاندكشن ماشين. الاندكشن ماشين هي في الاصل ترانسفورمر، بس انت جيت للترانسفورمر ده وجيت على السكندري بتاعه وعملت شورت سيركت خلاص. طيب انا كترانسفورمر كنت باخده ازاي؟ كنت بقول في عندي R primary اللي هي R stator و X primary اللي هي X stator، بعد كده عندي كور ال RC وعندي ال XM، وبعد كده بيبقى عندي turns ratio، وبعد كده نروح لل R secondary اللي هي ال R rotor، وبعد كده الايه ال X rotor. ده transformer. لكن احنا عاوزين نحل المسألة مش transformer، هنحلوها اكنها ايه؟ اندكشن ماشين. بس قبل ما نحلها كاندكشن ماشين، خلينا نقول سيركت شبه دي كان صعب ان نتعامل معاه، فكنا بنشيل التيرنز ريشيو ونعمل ايه؟ ريفيرنج من السكندري للبرايمري. فساعتها شكل الدايره بقى عامل ازاي؟ ار اس واكس اس وار سي واكس ام، وفي الاخر بيبقى عندي ايه؟ ار روتور داش واكس روتور داش. خلاص يبقى دي في حاله ان انا عملت ايه؟ ريفيرنج من السكندري للبرايمري. وادام انا اندكشن فانا عندي البرايمري بتاعي ستيتور والسكندري بتاعي روتر. بس في حاجه جديده عن دفع على السيركت بتاعتنا، هي مين؟ الار روتر داش بس ايه في واحد ناقص اس على اس. دي بنسميها الايه؟ الميكانيكال ريزيستنس. طب دي بنسميها ايه؟ الثيرمال ريزيستنس. يبقى انا عندي تو ريزيستنس، عندي الثيرمال ريزيستنس اللي هي الار روتر داش، وعندي ميكانيكال ريزيستنس اللي هي واحد ناقص اس على اس حسب السبيد عندي وحسب السليب قيمه المقاومه دي بتتغير. طب واحد هيقول لي يا باشمهندس انا كنت واخد ان الشكل في الاخر عندي ار ستيتور واكس ستيتور، وبعد كده عندنا الكور اللي هو ار سي واكس ام، وبعد كده عندي الاكس تو داش، وفي الاخر عندي ايه؟ ار داش على اس. الار 2 داش على اس دي هي المجموع بتاع الار 2 داش والار 2 داش في واحد ناقص اس على اس. لو انا ما جمعت الرقمين دول على بعض هيطلع لك ار 2 ار 2 داش على اس مره واحده. يبقى انا ممكن الار 2 داش على اس دي افكها لحاجتين، ثيرمال وميكانيكال. ففي بعض الريفرنس بيكتب لي كل المقاومات بالشكل ده، عندي ار داش بالشكل ده وار داش في واحد ناقص اس على اس، وفي بيكتب لي على طول بيجمع الاثنين على بعض وبيقول لك كده كده انت بتجمع ايه؟ لو انا عندي مقاومتين سيريز في الدايره بجمعهم على بعض، فهقول لك ار2 داش على اس دايركت. خلاص يبقى دي معلومه مهمه جدا لازم تكون عارفها، الفرق ما بين الار لوحدها وار في واحد ناقص اس على اس وار على اس. لو جمعت اول اثنين هيدوني اخر واحده، وهي دي اللي بنحل فيها بيحل بيها المسائل وبنشتغل بيها دايركت. خلاص مش دي برضو الدائره اللي انا هحل بيها، يبقى دي الدائره بعد الريفيرنج. لكن في دائره تاني ابسط واسهل بنسموها الابروكسيميتد سيركت. طب ايه الابروكسيميتد سيركت؟ المفروض ان الاي الخاص باللوسز والماجنتايزيشن هو كارنت قيمته صغيره مقارنه بالتيار اللي بيروح للروتر عشان يبدا يدور الموتور. فبالتالي انا ممكن اعمل ايه في الكور بتاعي؟ ابدا اشفته في الاول، يبقى عندي هنا ال RC وال XM، وفي الاخر عندي ايه؟ R1 اللي هي R stator، وعندي X stator، وعندي X rotor dash، وعندي مين؟ R rotor dash على S. وساعتها هنسمي دي I2 dash، وهنسمي ده I1، وهنسمي ده I0. يبقى هي دي قيمة ال current و الديفايسز كريزيستنس واندكتنس اللي عندي. خلاص يبقى دي بنسميها ايه؟ ابروكسيميتد سيركت، وهي دي الدائره اللي هنحل بيها المسائل بتاعتنا. طب قيمه الفولتج اللي قدام دي احطها بناء على ايه؟ انا موصل ستار ولا موصل دلتا؟ لو موصل ستار يبقى انا هاخد الفي لاين اقسمها على جذر 3، لو موصل دلتا انا هاخد الفي لاين دايركت. السؤال ده مهم جدا وفي الامتحان اللي انتوا هتمتحنوه. ف
في بعض الناس عاجلها حل الماشين ستار، في بعض الناس عاجلها حل الماشين ايه دلتا. لو انت مش واخد بالك من الاختلاف هوبا راحت المساله. والناس تركز هل التردد 50 هرتز ولا 60 هرتز، لان بناء عليهم محدش ممكن ايه يجري ما يقراش راس المساله. فشكرا للمساله برضو راحت منه، لان انت لو جبت السليب غلط فكل المساله بوست خلاص. يبقى دي برضو ايه، دي تاني حاجه اتكلمنا في الاول على الكونستراكشن وفكره العمل، بعد كده اتكلمنا على السيركت سواء الاكزاكت، دي بنسميها الاكزاكت سيركت او الابروكسيميتد ايه سيركت خلاص. اخر حاجه هنتكلم عليها الباور فلو، قيم الباور بحسبها بناء على ايه، وشويه ايكويشن، وبعد كده نحل المثالين الخاصين بالسيكشن اللي فات والشيت بتاعنا. الباور فلو انا محتاجه ان انا عندي بي انبوت. طب البي انبوت دي بتساوي ايه؟ بتساوي جذر 3 في لاين اي لاين كوساين فاي، او بتساوي 3 في فيز اي فيز ايه كوساين فاي. طيب بعد كده هنبدا نروح بقى عندنا ستيتور كابالوس. الدكتور كاتبها لكم في المحاضره 3 اي 1 سكوير في ار 1، دي في حاله ان الدايره اكزاكت. لكن انا لو الدايره ابروكسيميتد، احنا عارفين ان في الابروكسيميشن الار 1 دي موجوده فين. تعال نرجع للصفحه اللي فاتت. لو الدايره كانت اكزاكت فكان اي 1 هنا، فانا هقول 3 اي سكوير في ار اس او ار 1. لكن لو احنا شغالين ابروكسيميتد فساعتها اي 2 هو اللي مضروب في الايه في الار 1 او الار ستيتور عندي خلاص. دي ملحوظه مهمه جدا جدا. يبقى انا هعمل ايه، هنيجي هنا ونقول ده لو شغال اكزاكت، لو شغال ابروكسيميتد يبقى 3 اي 2 داش سكوير في ايه في ار 1 في ار 1 خلاص. ار 1 دي ثابته، دي بتاعت الستيتور. طب بعد الستيتور عندنا الكور ايه، الكور لوس. ده يدهولك جيفن، يا انت تحسبه. طب انا احسبه ازاي؟ احسبه لو احنا رجعنا برضو للسيركت، انا بديك جيفن الفي لاين اللي انت شغال عليه، معاك فولت ومعاك مقاومه، تعرف تجيب الباور بتاعت اللوسز ولا لا؟ تعرف طبعا، في سكوير على ار. يبقى ساعتها انت لو هتحسبه هتقول ايه، في سكوير بتاع الانبوت على ار سي خلاص. بعد كده بتبدا تظهر البي جاب عندنا. هنبدا نروح للجاب بعد ما طلعت الستيتور كبر لوس وطلعت الكور لوس، هبدا اخش في الجاب. هيبقى عندي كام حاجه، عندي الروتور كبر لوس ده يساوي 3 اي سكوير داش في ار 2 المره دي. يبقى في الاول ار 1 وبعد كده في الكبر لوس ار 2. بعد ما شلت الكبر لوس هيبقى عندي البي ديفلوبت، هنشيل منها الميكانيكال لوس، هيبدا يديني الايه البي اوت خلاص. طب البي جاب بيقولوا ايكوال ايه، 3 اي 2 داش سكوير في ار 2 داش على اس. طب البي ديفلوبت 3 اي 2 داش سكوير في ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس. عشان كده عملوا ريليشن ما بين ثلاث حاجات، الروتور كبر لوس والبي جاب والبي ديفلوبت. احنا عارفين ان الروتور كبر لوس بيساوي ايه، 3 اي 2 داش سكوير في ار 2 داش، وعندنا البي جاب ايه نفس الحاجه 3 اي 2 داش سكوير في ار 2 بس على اس. وعندك اللي بعديها ايه، البي ديفلوبت 3 اي 2 داش سكوير في ار 2 1 ناقص اس على اس. وبالتالي ممكن اقول 1 الى 1 على اس الى 1 ناقص اس على اس. يبقى انا لو معايا واحده من الباور دي اقدر اجيب التانيين، لو معايا البي جاب اقدر اجيب الاثنين التانيين، لو معايا البي ديفلوب ده اقدر اجيب الاثنين التانيين وهكذا خلاص. طيب لو عاوز احسب البي انبوت بدلاله الباور دي، لو رحت للبي انبوت، لو انا جبت البي جاب او البي ديفلوب مجمع عليها اللوسز دي يبقى انا جبت البي انبوت. يبقى انا البي انبوت ممكن اجيبها بي جاب زائد ايه ستيتور كبر لوس زائد كور لوس، معلومه مهمه جدا جدا جدا، او بي ديفلوبد. بس لو قلت بي ديفلوبد ده ايه، هنرجع للبي ديفلوبد، يبقى لازم زائد كور
روتر كبر لوس وكور لوس وستيتور كبر لوس، يبقى بي ديفلوبد زائد روتر كبر لوس وستير ستيتور كبر لوس وكور لوس، ده البي انبوت. لان انت ساعات بطلب منك الباور فاكتور، انا اعطيك الفي انبوت واعطيك الاي انبوت وطالب منك الباور فاكتور، فانت لازم ايه، انا عارف ان البي انبوت في في اي في كوساين فاي، فلازم اجيب قيمه البي انبوت من حته تانية عشان اما اقسمها على جذر 3 في لاين اي لاين يديني ايه الكوساين فاي او الباور فاكتور اللي عندي. طيب خلاص عرفت الباور فلو، وفي برضو معلومه تاني لازم اعرفها، لو احسب عاوز احسب التورك ديفلوبد اللي هو هيساوي ايه، بي ديفلوبد على اوميجا ام او اوميجا ار. طب البي ديفلوبد قلنا ايه، ممكن نقول واحد ناقص اس بي جاب، لان البي جاب بتساوي ايه، 3 اي سكوير ار على اس، واحنا قلنا البي ديفلوبد واحد ناقص اس على اس في 3 اي سكوير ار، فممكن اقول واحد ناقص اس بي جاب على ايه، واحد ناقص اس في اوميجا اس اللي هي اوميجا ار، فممكن اطير ده في ده يديني بي جاب على اوميجا اس. طب عاوز احسب التي اوت، هي بي اوت على ايه، على اوميجا ام، يبقى انا كده برضو عرفت احسب الايه، التورك كاوت والتورك ديفلوبد. في تاني قانون عام للايه، للتورك، ان التورك ديفلوبد بيساوي ايه، 3 في سكوير ار 2 على اس على اوميجا اس في ايه، في ار 1 زائد ار 1 على اس لكل تربيع في اكس 1 زائد اكس 2 داش داش برضو لكل تربيع. طب لو انا عاوز احسب التي ستارتنج، ايه الفرق ما بين الستارتنج والديفلوبد، ان الاس بكام، الاس ب1، يبقى انت هتقول 3 في سكوير ار 2 على اس على اوميجا اس في ار 1 زائد ار 1 تربيع في اكس 1 زائد اكس 2 تربيع داش وداش. طب الاي ريتد، ما هو التورك ديفلوبد جا من الباور على اوميجا اس، وانو باور البي جاب، فالبي بتساوي اي سكوير ار، فعشان كده الاي سكوير هتلاقي بي سكوير على ايه، على ار، فانا ممكن عشان احسب الاي ريتد هي في على ايه، في انبوت على ايه، على جذر ار 1 زائد ار 2 داش على اس كل تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 داش الكل تربيع. طب الاي ستارتنج، خلاص ما احنا عرفنا نحط الاس بايه، نحط الاس بواحد. دي شوية قوانين مهمة جدا جدا جدا، وكان لازم ننبه عليه، نبقى عارف يعني ايه اندكشن ماشين، كونستراكشن، فكرة العمل، equivalent circuit، exact، approximated، بعد كده ابقى عارف حسابات التورك، تي ديفلوب، تي اوت، بعد كده القانون العام بتاع التي ديفلوبد والتي ستارتنج والاي ريتد والاي ستارتنج. طبعا زي ما انت شايف لو انا خليت هنا الاس ب1 اكيد المقام ايه اللي هيحصل له، الاس دي لما بتوصل للريتد بتبقى رقم صغير جدا، فقيمه المقاومه بتبقى كبيره، فالمقام يبقى كبير فالتيار يقل. لكن انا ات ستارتنج الاس دي ب1 فساعتها قيمه المقاومه اللي في المقام قليله، فقيمه التيار بتبقى عاليه جدا جدا ات ستارتنج، عشان اللي عاوز يفهم الموضوع نظريا. ناخد بقى ايه المثالين اللي احنا قلنا عليهم. المثال الاولاني given ان عندي 3 phase machine 4 بول 380 فولت 50 هرتز واي كونكتد. يبقى كده اندكشن موتور هاز ذا فلوينج باراميتر تاك ار1 وار2 داش واكس1 واكس2 داش والار سي والاكس ام والميكانيكال لوسز 66 وات. يبقى تعالى نطلع كده الكلام ده، انا عندي 3 فيز ماشين 4 بول اي بي ب 4 380 فولت 50 هرتز واي كونكتد، الكلام ده مهم جدا ستور يعني. بعد كده عندي ار1 ب1 اوم وار2 ب1.2 من 10 اوم، وعندي اكس1 ب1.5 واكس2 برضو بايه ب1.5، وعندي الار سي 880، واخدين بالكم القيم كبيره ازاي، واكس ام ب440 اوم. بعد كده عندي الميكانيكال لوسز ب 66 وات. عاوز ايه بقى، ناخدها بقى واحده واحده. اول حاجه هو عاوزها
السينكرونس بيت. بس خلينا قبل ما نحل احط انا دايره الابروكسيميشن بتاعتي اللي انا ابدا احل عليها بقيه المساله كلها. ان انا ابدا ارسم له كده اقول له هنا في الكور بتاعي وعندي هنا R1 وX1 وعندي X2 وR2 على S. يبقى انا عندي هنا 880 اوم وهنا J440 وعندي هنا 1 اوم وعندي هنا J1.5 وJ1.5 وعندي هنا ايه 1.2 على S. يعني هحسب S واحطها. وعندي هنا الـ V input بقى. هو قال انا شغال ستار يبقى انا لازم اخد الـ 380 واقسمها على جذر 3 واقول له انا ماشي هنا I نوت واقول له ماشي هنا I 2 مثلا واللي ماشي هنا I 1. خلاص يلا بينا بقى. اول مطلوب عاوز السينكرونس سبيد اللي هي مين؟ اللي هي ان اس تساوي 120 في اف على بي اللي هو 120 في 50 على 4 اللي هتطلع 1500 ار بي ام. تاني حاجه عاوز الايه؟ السليب اللي هي هتساوي ان اس ناقص ان ار على ان اس اللي هي 1500. احنا نسينا نكتب الان ار الجيفن برضو. جيفن في المساله 1410 ار بي ام لازم تبقى جيفن. يبقى 1500 ناقص 1410 على 1500 هيطلع في حدود 6 من 100. دي هاخدها واعمل فيها ايه وما انساش احطها هنا. بعد كده عاوز الكور لوسز. واحنا قلنا الكور لوسز لو مش جيفن هتحسبها. هتحسبها ازاي؟ في سكوير على ار سي. يبقى انا عندي 380 جذر على جذر 3 الكل تربيع على مين؟ على ار اللي هي 880. هتحسبها تطلع 156 واط. بعد كده عاوز الايه؟ الستيتور كبر لوس. طب الستيتور كبر لوس انا عاجبها ازاي؟ انا عاوز 3 اي 2 تربيع في ار 1. طب انا اي 2 دي معايا؟ مش معايا بس سهل اجيبها. ما انا معايا الفولت ومعايا قيم الكلام ده كله. يبقى ساعتها انا عندي الاي 2 هتجيبها الاول 380 على جذر 3 على ار 1 اللي هي 1 على ار 2 اللي هي 1.2 على 6 من 100 زائد جي 3 اللي هي جي 1.5 زائد جي 1.5. هتجيب التيار. بعد ما جبت التيار هتروح تعوض في ايه؟ 3 اي سكوير ار 1. بعد كده عاوز الاير جاب. البي جاب بتساوي ايه؟ احنا قلنا البي جاب بتساوي 3 اي 2 سكوير في ار 2 على اس. طب اي 2 معايا ولا مش معايا؟ ما انا لسه جايبها. وار 2 معايا على اس؟ معايا. اقدر اجيب البي جاب. بعد كده عاوز الايه؟ الروتور كبر لوس. الفرق ما بين البي جاب والروتور كبر لوس ان انا اضرب في اس. يبقى انا هضرب البي جاب في اس. بعد كده عاوز ايه؟ البي ديفلوبد. ما انا عارف ان البي ديفلوبد هو 1 ناقص اس في بي جاب. اقدر اجيب البي ديفلوبد. يبقى واخد بالك انا جبت البي جاب منها جبت 2 الروتور كبر لوس وجبت البي ديفلوبد. بعد كده عاوز الانبوت كارت اي 1. انا عارف ان اي 1 هو ايه؟ اي 2 زائد اي نوت. ما ارجع للسيركت بتاعتي هنا. اي 1 بتساوي اي نوت زائد اي 2. طب اي 2 جبتها. طب اي نوت اجيبها ازاي؟ هو الفولت على ار سي زائد جي اكس ام. يبقى انا عندي اقدر اجيب اي 1 اللي هو اي 2 انا لسه جايبها زائد ال 380 على جذر 3 على 880 زائد جي 440. وطبعا انا هاخد الابسوليوت فاليو لان الرقم هنا هيطلع ريل وايماجين. هناخد الابسوليوت فاليو. جبت اي 1 خلاص ده المطلوب. بعد كده عاوز الانبوت باور. عاوز البي انبوت. قلنا نجيبها منين؟ بي جاب زائد روت ستيتور كبر لوس زائد كور لوس. بي جاب لسه حاسبها والستيتور كبر لوس حاسبها والكور لوس حسبتها. طب بعد ما جبت عاوز الاوتبوت باور. البي اوت هتساوي ايه من الباور فلو؟ احنا اخر حاجه كنا وصلنا لها البي ديفلوبد. لو طرحت منها الميكانيكال لوسز يقدر يديني البي اوت. يبقى البي اوت بيساوي بي ديفلوبد ناقص ايه؟ الميكانيكال لوسز. اللي مش واخد باله هنرجع اهو.
انا عاوز بي اوت ومعايا بي ديفلوبد اطرح منها الميكانيكال لوسز تديني البي اوت. خلاص بعد ما جبت البي اوت عاوز يحسب الافشنسي هي بي اوت على بي انبوت خلاص ما فيهاش حاجه. بعد كده عاوز يحسب الديفلوبد تورك التي ديفلوبد قلنا ممكن نحسبها على طول بي جاب على اوميجا اس او بي ديفلوبد على اوميجا ار شوف اللي انسب لك وعوض ايه عوض فيه. بعد كده عاوز يحسب الايه الاوتبوت تورك تي اوت هو بي اوت على ايه على اوميجا ار برضو تحسبها ما فيهاش حاجه ما لسه حاسبينه ده لسه حاسبينه من هنا. بعد كده عاوز يحسب الباور فاكتور احنا قلنا الباور فاكتور هنجيبه ايه ان بي انبوت بتساوي جذر 3 في لاين اي لاين كوساين فاي اللي هي جذر 3 في 380 في اي 1 اللي انا حسبتها منين اي 1 اللي هي اي 2 زائد اي نوت في كوساين فاي. فبعد ما حسبت من هنا وانا معايا البي انبوت كرقم بقى معايا البي انبوت ومعايا جذر 3 ومعايا 380 ومعايا الاي 1 اقدر اجيبها من هنا الكوساين فاي. اخر مطلوب عندي درو الباور فلو هترسم له الباور فلو اللي احنا رسمناه من شويه وتحط له كل قيم الباور اللي عندك تبدا تحط كل قيم الباور اللي عندك. اخر مثال اسهل حاجه واسهل مثال مساله رقم 2 قال لك ان انا عندي 3 فيز 380 50 هرتز 4 بول ستار كونكتد اندكشن ماشين رانز ات 1440 ار بي ام اف ذا ماجنتيك كور لوسز والستيتور كبر لوسز والروتور كبر لوسز والميكانيكال لوسز ار 500 و750 و750 و500 ده كل حاجه بقت معاك. يبقى انا عندي اهو 3 فيز 380 50 هرتز 4 بول 1440 ار بي ام وعندك الماجنتيك الكور لوس وبعد كده الستيتور كبر لوس وبعد كده الروتور كبر لوس وبعد كده الميكانيكال لوس دول بيساوي ايه عندك 500 و750 و750 و500 خلاص. عاوزك تحسب ايه اول حاجه السينكرونس سبيد 120 في 50 على 4 حسبتها. بعد كده البي عاوزك تحسب السليب ان اس ناقص ان ار على ان اس حسبتها. عاوزك تحسب الباور جاب يا سلام ما انا عارف ان البي جاب بتساوي ايه روتور كبر لوس على اس وانا معايا الروتور كبر لوس ومعايا الاس حسبتها. بعد كده عاوزك تحسب الديفلوب طبعا هيبقى اسهل واسهل ان انت تحسب البي ديفلوبت اللي هتساوي ايه البي ديفلوبت واحد ناقص اس في بي جاب برضو هتحسبها. وبعد كده عاوز يحسب الايه الاوتبوت باور البي اوت انا عارف ان هي بي ديفلوبد ناقص الميكانيكال لوس. وبعد كده عاوز يحسب الاوتبوت تورك يبقى تي اوت هيساوي بي اوت على اوميجا ار برضو احسبها ما فيهاش حاجه. بعد كده عاوز يحسب الانبوت باور البي انبوت انا عارف ان هي بي جاب زائد ستيتور كبر لوس زائد الكور لوس. بعد كده عاوزك تحسب ايه عاوز يحسب الافشنسي هي بي اوت على بي انبوت في 100. هو ده حل الشيت وهم دول المسألتين وهو ده الملخص البسيط للشرح اللي احنا عاوزين نوصله لكم ان انت تبقى فاهم الكونستراكشن فكرة العمل بتاعت الاندكشن موتور الاكوفرنت سيركت الباور فلو الاكويشنز اللي انت المهمة في الاندكشن. وطبعا ما تنساش في حاجة اسمها السليب ماكسيمم وفي حاجة اسمها التورك ماكسيمم موجودين في السلايدات بتاعت المحاضرة بص عليهم وتحفظ الاي ريتد والتورك ريتد تورك والستارتنج تورك والريتد كارنت الاكويشن دي برضو تبقى عارفها. وبعد كده تعرف تستخدم الايكوفالنت سيركت ان انت تحل المساله تجيب السينكرونس سبيد السليب البي جاب البي ديفلوبد البي اوت التي اوت التي ديفلوبد الافشنسي البي انبوت الباور فاكتور الكلام ده كله انا حليت لك عليه مثال والمثال التاني للتاكيد
اتمنى الناس يكون الموضوع سهل بالنسبه لهم. طبعا اللي كان عنده مشكله في السكشن ما عرفش يشرحه الموضوع دلوقتي مالكش حجه تسمع الفيديو وتحاول تفهم الموضوع. انت هيجي لك مساله ولا مسالتين من الكلام اللي احنا بنقوله ده، مش هجيب لك حاجه من المريخ انا، يعني اجيب لك حاجات سهله وبسيطه. عاوز الناس بس تكون مذاكره، تكون عارفه اللي اتشرح، مش اكتر ولا اقل من كده. خلاص ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في الكويز في السكشن. الناس كلها تلتزم بفتراتها، الناس كلها تلتزم بالفترات بتاعتها، لان احنا هنقعد الفترات كامله. خلاص فكل واحد يلتزم بفترته عشان يحضر الكويز في ميعاده. ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.